السيسي يوجه باستمرار جهود الارتقاء بالبنية التحتية وضمان توفير الصيانة المستمرة لها. خلال كلمته أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالأردن، عبد العالي يؤكد أن فلسطين ستظل قضية العرب الأولى وستظل عاصمتها القدس. قتلى في صفوف داعش خلال اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الباغوز آخر جيب للتنظيم الإرهابي شرق سوريا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة إخبارية شاملة على شاشة النيل الأخبار. تحية لحضراتكم مشاهدينا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود الارتقاء بالبنية التحتية وضمان توفير الصيانة المستمرة لها، سواء في مشروعات الصرف الصحية أو شبكة الطرق القومية والمرافق المختلفة وتطوير المناطق غير الآمنة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث اطلع الرئيس على الحالة الصحية للمصابين في حادث قطار محطة مصر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث اطلع سيادته في بداية الاجتماع من السيد رئيس مجلس الوزراء على الحالة الصحية للمصابين في حادث قطار محطة مصر، وكذلك آخر تطورات سير التحقيقات الجارية في هذا الصدد لكشف ملابسات الحادث. وقد تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمحاور خطة عمل وزارة الإسكان وما تتضمنه من مشروعات تنموية كبرى جري العمل بها في الإطار الاستراتيجي القومي للدولة والهادف إلى مضاعفة المساحة المعمورة بها، مع التركيز بشكل خاص على المشروعات المزمع الانتهاء منها خلال العام الجاري، بما فيها مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى جهود تطوير المناطق غير الآمنة وكذلك مشروعات المياه والصرف الصحي. السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل على تقديم أفضل وأحدث الخدمات في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها في جميع أنحاء مصر وفقا لأعلى المعايير المتبعة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة حتى يمكن بدء الانتقال إليها فور الانتهاء من التنفيذ، مشيرا إلى ما ستساهم فيه تلك المدن من تقليل التكدس والازدحام الذي تعاني منه المدن المصرية الكبرى، فضلا عن الإطار الشامل الذي توفره من فرص عمل وخدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين كأحد أهم محاور التنمية في الدولة. كما وجه السيد الرئيس باستمرار جهود الارتقاء بالبنية التحتية وضمان توفير الصيانة المستمرة لها، سواء في مشروعات الصرف الصحي أو شبكة الطرق القومية والمرافق المختلفة وتطوير المناطق غير الآمنة، وذلك بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة ولائقة لأبناء الشعب المصري. وزير الإسكان استعرض خلال الاجتماع آخر تطورات العمل بعدد من المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية كالعاصمة الإدارية والمنصورة والعالمين، بالإضافة إلى عرض المقترح الأولي لمدينة الرشيد الجديدة كأحدث إضافة إلى مدن الجيل الرابع، والتي ستمثل نقلة نوعية لمدينة الرشيد كمدينة ساحلية ذات طابع تراثي وسياحي مميز. كما أشار وزير الإسكان إلى جهود الدولة في القضاء على المناطق غير الآمنة في مصر بالكامل بنهاية العام الجاري، وذلك بإنشاء حوالي 220 ألف وحدة سكنية لمواجهة كافة التحديات ذات الصلة. يبحث اليوم وزير الخارجية سامح شكري مع وزيرة خارجية كينيا مونيكا جوما المبعوث الخاص للرئيس الكيني سبل تعزيز العلاقات المصرية الكينية في مختلف المجالات.
ويناقش أيضا وزير الخارجية سامح شكري مع نظيرته الكينية عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وخاصة في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي. أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى وستظل عاصمتها القدس. وقال عبد العال في كلمته في افتتاح أعمال الدورة 29 للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان تحت رعاية الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والتي تحمل عنوان القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، قال: علينا جميعا أن ننحي الخلافات جانبا ونلبي نداء القدس. نحن هنا في مؤتمرنا هذا اتخذنا عنوانا رئيسيا له وموضوعا محوريا له قضية القدس عاصمة دولة فلسطين، والسبب في ذلك ما اتخذته الإدارة الأمريكية من قرار تنكر لكل مبادئ القانون الدولي وعصف بكل المبادئ الإنسانية الداعية للحق والمحافظة على حقوق ومصائر الشعوب. هذا القرار الأرعن الذي اتخذ واعتبر القدس عاصمة للدولة الإسرائيلية، هذا القرار الذي تنكر كما قلت لكل المبادئ القانون الدولي عديم الأثر منعدم تماما من الناحية القانونية ولا نعتد به على الإطلاق ولن يكون تكئة على الإطلاق لكسر إرادتنا لعدم الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية. أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد الانتهاء من فحص أكثر من مليون مواطن خلال يومين بالمحافظات السبع بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية والمنعقدة تحت شعار 100 مليون صحة. وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثالثة شهدت إقبالا منقطع النظير بنسبة تجاوزت 133% من المستهدف اليومي بالمحافظات، وأشارت إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين خضعوا للمسح الطبي في المراحل الثلاث من المبادرة في 27 محافظة وصل إلى 31,885,000 مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف فحص كافة المواطنين وصرف العلاج بالمجان لمن يثبت إصابته. ومتابعة ينضم إلينا من ميت غمر بمحافظة الدقهلية موفد التلفزيون المصري محمد حلمي. محمد، كيف تتابع المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية؟ بالفعل تحياتي لك من مركز شباب ميد غمر بمحافظة الدقهلية. هذه الحمل مبادرة في مرحلتها الثالثة تشهد إقبالا منقطع النظير وصل إلى 133% من المستهدف. محافظة الدقهلية من أكبر المحافظات مشاركة، وصل نسبة المشاركة بنسبة 104%، يمكن وصلت الأعداد إلى 256,000 مواطن في اليومين الأولين من المرحلة الثالثة، ليصل عدد الذين تم فحصهم منذ بداية مبادرة الرئيس في مرحلتها الأولى وحتى الآن ما يقرب من 32 مليون مواطن. هنا في محافظة الدقهلية وفي مركز ميت غمر بشكل خاص هناك جاهزية تامة لإقبال المواطنين، بيقدم لهم هذه الخدمة في بتيسير سواء على المستوى التشخيصي للفحص أو المستوى العلاجي لمن يثبت إصابتهم بفيروس سي أو الأمراض غير السارية كالسكر والضغط والسمنة. معي الدكتور أحمد الطبقي مدير الإدارة الصحية بميت غمر. دكتور أحمد، كلمني عن مدى الجاهزية هنا في مركز ميت غمر. الحمد لله احنا نجحنا في توفير كل مستلزمات الحملة 100 مليون مريض، 100 مليون صحة،
الحمد لله عندنا رغم ان احنا بنستهدف عدد كبير يصل لنص مليون مواطن، الحمد لله عندنا 95 نقطة تمركز، 195 فريق بيجوبوا كل ارجاء المدينة والقرى والتوابع. مدغمرة تتميز بوجود وحدة علاج فيروسات للفحص، وفي نفس الوقت بيتم استكمال الفحوص والعلاج بمستشفى مدغمر. ما فيش اي مواطن داخل مدينة ومركز مدغمر او قرى او ناجع هيتحرك خارج مدغمر، هنعمل له كافة المسح والفحوص والعلاج والمتابعة داخل مدغمر، لن يخرج اي مواطن خارج مدغمر من خلال مبادرة الرئيس لعلاج الفيروسات. الحمد لله كافة المستلزمات عندنا فائض من المستلزمات والتجهيزات والتحضيرات اللوجستية للحملة كاملة، سواء الدولة وفرتها لنا كاملة، اي نواقص المشاركة المجتمعية متوفرة، عندناش اي مشاكل نهائيا. الحمد لله نجحنا في تحقيق خلال يومين 30,000 مواطن في خلال اول يومين، ودي نسبة معقولة جدا ورائعة جدا. المستهدف عدد اللي جاي كام؟ المستهدف عندنا نص مليون، ما يقرب من نص مليون في مدغمر، وده عدد رهيب يفوق محافظات. الحمد لله يوميا 8,000، اول يوم عملنا 11,000، ثاني يوم عملنا 15 او 16، من 15 ل 16,000، فدي رقم وصلنا ل 200% من المستهدف، ودي انجاز غير مسبوق، زاد عن توقعاتنا. الحمد لله نتيجة اليسر والتمركز الفرق والمعاملة الحسنة من الفرق وتوفر كل المستلزمات وسهولة النقل وسهولة التحويل وسهولة الفحص والعلاج سواء للفيروس أو الأمراض غير السارية، الحمد لله دي إنجاز يحسب الرئيس والقادة السياسية. دعني أؤكد لك مع هذا الزعام الشديد إلى أن هناك تيسيرات تقدم للمواطنين خلال عملية الفحص، وكذلك الذي يتم إصابتهم أو إيجابيتهم لفيروس أو الأمراض غير السارية يتم إحالتهم إلى المستشفيات والمراكز العلاجية داخل مدينة مدغمر، وذلك تيسيرا على المواطنين. أؤكد لك كذلك مع هذا الزعام الشديد إلى أن تطبيق معايير الجودة مكافحة العدوى بتتم في كافة اللجان الطبية. شكرا جزيلا لك محمد حلمي موفد التلفزيون المصري من محافظة الدقهلية، ولضيفك الكريم أيضا الشكر الجزيل. أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه تم فتح طريق الإسكندرية الزراعي بالاتجاهين في الساعة 2:30 من صباح اليوم بعد رفع كافة الآثار الناجمة عن اصطدام سيارة نقل قادمة من القاهرة بكوبري مشاة كفر الجمال بمدينة طوخة بمحافظة القليوبية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالكيلو 32 في اتجاه بنها. كان الكوبري تعرض الليلة الماضية لسقوط جزئي، وقال محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم إن السقوط الجزئي وقع بسبب اصطدام السيارة النقل المحملة بمعدات ذات أطوال غير مسموح بها على الطريق، ما أدى إلى تعطل حركة المرور في الاتجاهين، مؤكدا عدم وقوع أي خسائر أو إصابات في الأرواح. أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي انطلاق أعمال وفعاليات شهر العلوم المصري في دورته السادسة، ويعقد هذا الشهر خلال شهر مارس من كل عام ومنذ العام 2014. أطلقت أكاديمية البحث العلمي شهر العلوم المصري الذي يعقد للمرة السادسة على التوالي في شهر مارس باعتباره الشهر المخصص للاحتفال بكل الأحداث ذات العلاقة بالعلم والتكنولوجيا. نحتفل بإطلاق شهر العلوم السادس اللي بترعاه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع 50 شريك، منهم 34 جامعة حكومية وأهلية وخاصة ومراكز بحثية، بالإضافة إلى 16 مؤسسة ومكتبة زي مكتبة الإسكندرية، مكتبة مصر العامة، بيت السناري، الألفي إلى آخره، بالإضافة إلى شركاء دوليين كمان زي المجلس الثقافي البريطاني. تأتي هذه الفعالية بتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمعاهد والجامعات من أجل العمل تحت مظلة واحدة في عام العلم الذي أقره رئيس الجمهورية. This is a really great day. هذا يوم عظيم ليس فقط لإقامة شهر العلم، ولكنه لأهمية العلم لهذا المجتمع، وكذلك نشهد ختام إحدى المسابقات العلمية التي تضم منافسات لصغار المخترعين، وهذا يعد حدثا هاما من أجل خلق وبناء شغف حقيقي لهؤلاء الأطفال. يأتي شهر العلوم المصري بالتزامن مع مهرجان العلوم المصري ومهرجان القاهرة الفكري، كل هذا من أجل حرص الأكاديمية على التعريف بأهمية العلم والبحث العلمي وقيمتهما في حياتنا اليومية. شهر العلوم المصري يضم أكثر من 30 فعالية و6,000 مشارك في المحافظات المختلفة من أجل نشر معنى البحث العلمي وقيمته في حياة المجتمع المصري. فسانت أكرم، النيل.
قتل 10 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية في المعركة الأخيرة بمنطقة البغوز شرق سوريا، بينما قتل 4 من أفراد القوات إثر انفجار لغم بالمنطقة. وقال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي تضيق الخناق على آخر جيب لتنظيم داعش قرب الحدود مع العراق، قال إن القوات المدعومة من واشنطن تتوقع معركة حاسمة اليوم بعد تقدم بطيء. بعد أيام عدة من عمليات الإجلاء الإنسانية للمدنيين من نساء وأطفال، تخوض ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية اشتباكات عنيفة لإخراج عناصر داعش من قرية الباغوز، آخر قرية للتنظيم الإرهابي شرقي سوريا. قيادي في وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل العمود الفقري لتلك الميليشيات قال إنهم اخترقوا محيط الإرهابيين، مشيرا لتحقيق تقدم للهجوم من 3 محاور، وأنهم سيطروا على جبل يطل على الجيب الأخير لداعش. وتتصاعد سحابة من الدخان الأسود فوق قلب القرية مع تواصل الاشتباكات العنيفة، وإثر هذا التقدم بات بإمكان ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية رصد حركة مقاتلي التنظيم في مواقعهم، وتتوقع تلك القوات لجوء التنظيم بشكل أساسي للقناصة والمفخخات والألغام. وتخوض ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية منذ سبتمبر هجوما ضد آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا، حيث باتت تحاصره في بقعة تقدر مساحتها بنصف كيلومتر مربع داخل بلدة الباغوز. ولا يعني حسم المعركة في دير الزور انتهاء خطر التنظيم، إذ لا يزال هناك عدد من أنصاره في المناطق المحررة وفي البادية السورية المترامية الأطراف. وصلت تعزيزات للجيش اليمني في مناطق عسكرية مختلفة إلى المنطقة العسكرية 5 لفك الحصار الذي تفرضه الميليشيا الحوثية على قبائل حجور في محافظة حجة شمال اليمن. من جانبه أوضح محافظ حجة أن تحرك القوات الشرعية لفك الحصار من قبل ميليشيا الحوثي بات قريبا، مشيرا إلى أن هناك حربا مدمرة وهجوما بربريا يقوم به الحوثيون على أبناء حجور مستخدمين مختلف الأسلحة. يأتي ذلك بينما أفادت مصادر أمنية بأن أعدادا كبيرة من رجال القبائل انضمت إلى قبائل حجور للمساعدة في قتال الحوثيين، مضيفا أن المئات من أبناء القبائل الذين كانوا يقاتلون في صفوف الميليشيات انشقوا لينضموا إلى قبائل حجور. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد العالم حدرة المحلل السياسي اليمني. أستاذ عبد العالم تحياتي، أهلا وسهلا. يعني أولا يعني هناك انشقاق في صفوف الحوثيين وانضمام للقبائل قبائل حجور في ذات الوقت، وصول تعزيزات للجيش اليمني من مناطق عسكرية مختلفة، يعني في تقديرك أنت يعني كيف تقيم الوضع على أرض الواقع؟ نقيم الوضع على أساس أنه حجور هي شرارة القبائل اليمنية المنتفضة ضد الميليشيات الحوثية. ما يجري اليوم هو تعبير حقيقي على أن القبيلة اليمنية بكل تشكيلاتها ومكوناتها تقف ضد الميليشيات الحوثية، وقد وصلت إلى مرحلة عدم القدرة على تحمل ما تقوم الميليشيات الحوثية بشكل القبيلة اليمنية بكل المؤسسات الحكومية. أيضا أن الميليشيات الحوثية قامت بما يسمى حول تغيير تكوين القبيلة اليمنية والقضاء على تكوين العادات والتقاليد اليمنية الأصيلة. المطلوب اليوم من الحكومة الشرعية أن تقوم بدعم مباشر للقبيلة الحدود، لأنه هذا الدعم سينعكس إيجابا على كل القبائل الأخرى من قيام بثورة ضد هذه الميليشيات الحوثية. الرهان الحقيقي اليوم هو على صوت القبيلة التي انتشرت لفترة طويلة جدا. اليوم القبيلة اليمنية حاضرة وهذه شرارة كبيرة، وإن شاء الله تعالى نراهن أن هذه الشرارة سوف تنتقل إلى كل القبائل اليمنية الأخرى للتعرض للميليشيات الحوثية وإعادة قيمة القبيلة اليمنية وإعادة كرامة القبيلة اليمنية التي كانت وما زالت خانعة الدولات وكانت مفكرة ثورة 26/14. أشكرك جدا الأستاذ عبد العالم حيدرة المحلل السياسي اليمني، شكرا جزيلا.
يغلق اليوم باب الترشح في الانتخابات الرئاسية في الجزائر، والمقرر إجراؤها في 18 من إبريل المقبل طبقا للمادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية. كانت الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أعلنت في وقت سابق أنه سيقدم أوراق ترشحه رسميا اليوم. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن بوتفليقة اختار عبد الغني زعلان مديرا جديدا لحملته الانتخابية بدلا عبد الملك سلال استعدادا للانتخابات القادمة. في مدينة تل أبيب خرجت مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لرئيس وزراء إسرائيل عقب إعلان النائب العام اعتزم توجيه تهم بالفساد إلى بنيامين نتنياهو. يذكر أن نتنياهو الذي ترشح لولاية خامسة بعد نحو 13 عاما في السلطة ليس ملزما قانونيا بالتنحي بعد اتهامه، إلا أنه إذا أدين استنفذت كل الاستئنافات. أعلن الجيش الباكستاني أن القوات المسلحة لا تزال في حالة تأهب أمني ويقظة على طول خط المراقبة بإقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند. وكان الجيشان الهندي والباكستاني تبادلا أمس قصفا مدفعيا خلف 7 قتلى على جانبي حدود إقليم كشمير، رغم إفراج إسلامباد عن طيار هندي في مسعى لاحتواء الأزمة بين الجارتين النوويتين. وخلال 24 ساعة الماضية لقي جنديان ومدنيان في الجانب الباكستاني مصرعهم، وفي الجانب الهندي لقيت امرأة وطفلاها مصرعهم جراء سقوط قذيفة هاون على منزلهم. بانوراما نيل تتواصل مع حضراتكم مشاهدينا، وفيها ولكن بعد قليل، الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية توقفان مناوراتهما العسكرية المشتركة وسعت النطاق بعد يومين من قمة ترامب وكيم في هانوي. السيسي يوجه باستمرار جهود الارتقاء بالبنية التحتية وضمان توفير الصيانة المستمرة لها. خلال كلمته أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالأردن، عبد العالي يؤكد أن فلسطين ستظل قضية العرب الأولى وستظل عاصمتها القدس. قتلى في صفوف داعش خلال اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الباغوز آخر جيب للتنظيم الإرهابي شرق سوريا. بانوراما نيل تتواصل مع حضراتكم، ولكن هذه وقفة مع مجموعة من الأنباء الاقتصادية مع زميلة مجدة القاضي. مجدة أهلا وسهلا، تفضلي. شكرا لك فوزي، وشكرا أيضا لنرمين. أهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية. وفيها البورصة تستقبل الطرح العام الأول في إطار برنامج طروحات شركات حكومية بالبورصة. أهلا بكم مجددا. بدأت البورصة المصرية اليوم تنفيذ الطرح العام الأول في إطار برنامج الطروحات الحكومية بطرح نسبته 4.5% من إحدى شركات قطاع الأعمال العام. يأتي ذلك في إطار برنامج الحكومة لطرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة بهدف دعم وتنشيط سوق المال والمساهمة في زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التي سيتم طرحها تباعا، وتنويع مصادر تمويل خطط التوسع لتلك الشركات فضلا عن زيادة حجم الاستثمارات بها. وعلى صعيد حركة المؤشرات، ارتفعت مؤشرة البورصة المصرية في النصف الأول من جلسة اليوم بدعم مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، بينما غلب البائع على حركة المستثمرين المحليين.
وللمزيد من المتابعة حول الطروحات التي قدمتها البورصة اليوم، وكان قد تم طرح جزئي يوم الخميس، معنا عبر الهاتف الأستاذة حنان رمسيس خبير أسواق المال. أهلا بك يا أستاذة حنان. أهلا بك يا أستاذة حنان. يعني بداية الطروحات الحكومية التي طال الحديث عنها لأكثر من عامين، ها هي تطرح اليوم في طرح كلي أول، وكان هناك طرح جزئي يوم الخميس، إشارات ودلالات ذلك؟ هو طبعا احنا شايفين ان الحكومه بقالها فتره بترن على موضوع الطروحات الحكوميه، والناس كلها كانت بتتكلم على ان الطروحات دي هتساهم في زياده السيوله وهتساهم في عمق السوق. وكنا عارفين ان الفتره اللي فاتت ان كان في اختلاف ما بين صندوق النقد الدولي وما بين الدوله في موضوع الطروحات، وده كان مأجل الشريحه الخامسه. طبعا لما كان السوق الفتره اللي فاتت غير مستوعب لموضوع الطرح، تم تاجيله اكتر من مره، لان احنا كنا عارفين ان في ازمه الاسواق الناشئه كانت مؤثره بالسلب على البورصه المصريه، مما افقدها يعني العديد من النقاط. وكان برضو السيوله كانت متراجعه في الاونه السابقه. لما ابتدت السيوله ترتفع تدريجيا، اتخذت وزاره الاعمال العام قرار طرح شائله الدخان. هي طرحت النسبه الاكبر هي 4.275% في طرح خاص بسعر 17 جنيه، واتغطى 1.8 مره بنسبه زياده اكثر من 3% عن سعر الاغلاق. الباقي اللي هو ال 225% ده هيطرح في طرح عام هيبدا النهارده الاحد وينتهي يوم الثلاثاء. هو معروف من الطرح ده ان هو موجه الى المستثمرين الاجانب، لان الشركه دي اصلا من الشركات اللي بتداول عليها الاستثمارات الاجنبيه وتحافظ سرير الاستثمار الاجنبيه. هو كان في بس بعض التساؤلات بالنسبه لاسلوب الطرح، هل هيأثر في اداء البورصه او لا؟ كان في ناس ان هي متوقعه ان هي مش هتأثر على اداء البورصه ولا على اداء السهم ولا بالايجاب ولا بالسلب. ما فيش اي تأثير يعني الصعود اليوم ما نقدرش نربطه باي شكل من الاشكال بهذه الطروحات يا استاذه حنان؟ لا، شايفين ان النهارده ان سعر السهم ابتدى يعني يرتفع تناسبا مع سعر السهم في الطرح، تيمنا انه هيبتدي الزيادات المتواليه، وشايفين ان صناديق الاستثمار الاجنبيه والمؤسسات الاجنبيه اتجهت الى اتجاه السهم. البدايه في الطرح يا استاذه حنان بالشرقيه للدخان، بتعتقدي ايه اللي هيناله طرح عام ايضا في الايام القادمه؟ هو كانت الدوله بتتكلم على طروحات تتعلق باسكندريه تداول الحاويات ومصر الجديده وابو قير الاسمده، واستبعدوا في الوقت الحالي يعني بعض الطروحات. يعني هم عاملين طروحات مقدما وعاملين طروحات متاخره، ولكن احنا برضو بنصر ان احنا بنطالب من الدوله ان هي تتجه الى طرح شركات جديده لزياده عمق السوق الزيت. نعم، ولا ما تبقاش حصص من شركات سابقه. نعم نعم، اشكرك استاذه حنان رمسيس خبير اسواق المال على المداخله والتوضيح. عوده لقراءه الاخبار، حيث أكد وزير التجارة عمرو نصار أن الحكومة المصرية تسعى في الوقت الحالي من خلال خطة طموحة تنفذها وزارة التجارة إلى تعزيز التواجد المصري بالأسواق الإفريقية. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير نيابة عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال افتتاح الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار، والذي يعقد تحت عنوان معا إلى إفريقيا. لا مسافة بين تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي وفتح افاق جديدة للتعاون مع مختلف دول القارة، فمعا الى افريقيا ملتقى مصر للاستثمار في دورته الرابعة كأول فاعلية اقتصادية بعد تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي. لقد تبنت الدولة المصرية خلال المرحلة الماضية برنامج اصلاح اقتصادي طموح، نفذت خلاله اجراءات حاسمة استهدفت استعادة الاستقرار الاقتصادي، وارتكز هذا البرنامج على محاور عدة اقتصادية واجتماعية وسياسية. أسواق مهمة، أسواق كبيرة، وتكلمنا اليوم كيف ممكن نحن نساعد اليوم البضاعة المصرية أنه نقدر نسوقها في الأسواق الأفريقية. يهدف الملتقى في دورته الحالية لتفعيل التعاون الثلاثي العربي والإفريقي والأوروبي لتكوين تحالفات تجمع الشراكات المصرية مع مستثمرين أجانب لتفعيل التعاون المشترك في مختلف مجالات الاستثمار. القمة العربية الأوروبية التي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ هي عنوان لهذه المرحلة، ونعتقد أن التعاون سيؤدي كل هذا الحراك سيؤدي إلى نتائج إيجابية. والأفريقية هي لا زالت أرض بكر، هناك فرص كبيرة جدا 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 في هذه القارة، يعني على كل المستويات، صناعية زراعية لوجستية، وبالتالي أعتقد هي فرصة للمستثمرين المصريين والمستثمرين العرب أن يستثمروا في هذه الأرض البكر.
وتسعى مصر من خلال الملتقى لدعم جهود التنمية في القارة الإفريقية وتطوير آليات التكامل والشراكة الإفريقية الاستراتيجية للارتقاء بمكانة قارة إفريقيا على خريطة الاقتصاد العالمي. بعد مسيرة استمرت لأكثر من 5 سنوات كاملة للقفز فوق أثار سنوات القطيعة والعزلة الاقتصادية، وبعد تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، يأتي هذا الملتقى الاستثماري في دورته الرابعة لخلق آفاق جديدة وتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء. أحمد سعد الدين، النيل. أعلن وزير الإسكان عاصم الجزائر عن مخطط لإنشاء 14 مجتمعا عمرانيا جديدا بتكنولوجيا الجيل الرابع والمدن الذكية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية 2052 والتي تستهدف مضاعفة الرقعة العمرانية في مصر. من ناحية أخرى، أعلن الجزائر أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 11,000 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة، بجانب 648 وحدة سكنية جري تنفيذها بالمشروع. وأضاف وزير الإسكان أن إجمالي الاستثمارات بمدينة أسيوط الجديدة بلغ 4.1 مليار جنيه، بينما تبلغ خطة العام المالي 2018-2019 نحو 213 مليون جنيه. قال اتحاد الصناعة البريطاني أن الشركات البريطانية نمت بأبطأ وتيرة في نحو 6 سنوات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بسبب المخاوف من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بالإضافة لتنامي القيود التجارية العالمية. وهبط مؤشر الاتحاد لنشاط القطاع الخاص في الأشهر الثلاثة الماضية إلى -3 خلال فبراير من 0 في يناير، وبعد ذلك أقل مستوى منذ إبريل 2013 عندما كانت بريطانيا تتعافى من الأزمة المالية العالمية. وتتوقع الشركات ضعفا مماثلا في الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث من المقرر أن تنسحب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي الذي ظلت فيه لأكثر من 40 عاما. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده لمجلس الاحتياط الاتحادي البنك المركزي الأمريكي، وقال إن تشديد السياسة النقدية يسهم في قوة الدولار لكنه يضر بقدرة الولايات المتحدة على المنافسة. وانتقد ترامب مرارا مجلس الاحتياط بسبب رفع أسعار الفائدة 4 مرات العام الماضي. في سياق آخر، طالب ترامب الصين بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية الأمريكية فورا نظرا لأن المباحثات التجارية تمضي على نحو جيد. وأجل ترامب خطة لفرض رسوم جمركية نسبتها 25% على السلع الصينية الجمعة الماضية، وهو ما رحبت به الصين. في المكسيك، قالت لوز ماريا دي لامورا وكيلة وزارة الاقتصاد إن بلادها قد تفرض قريبا رسوما على منتجات أمريكية إضافية ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصلب والألومنيوم العام الماضي. وأكدت أنه حال إبقاء واشنطن الرسوم المفروضة فإن حكومة المكسيك ستعد قائمة جديدة بالسلع الأمريكية الخاضعة لرسوم إضافية خلال نحو 2 شهر، وذكرت أن القائمة قيد الإعداد وتشمل منتجات زراعية بجانب سلع في القطاعين الصناعي والصلب. نهاية أخبار الاقتصاد، عودة لقراءة سياسية مع الزملاء نرمين خليل وفوزي جد الله. إليكم زميلة مجد القاضي. مع حضراتكم مشاهدين الكرام نستكمل بقية عرض الأنباء، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن واشنطن وسيول ستوقفان مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة واسعة النطاق. وأعلنت الوزارة أن تدريبين سيستعاض عنهما بمناورات محدودة النطاق بهدف الحفاظ على استعداد عسكري قوي للقوات المتمركزة في كوريا الجنوبية. يأتي هذا القرار بعد 3 أيام من القمة الثانية التي جمعت الرئيس الأمريكي ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي، وعادة ما تثير هذه المناورات غضب كوريا الشمالية التي ترى فيها تهديدا لها.
دعا زعيم المعارضة في فنزويلا خوان كوايدو إلى احتجاجات جديدة خلال اليومين القادمين. تصريحات كوايدو جاءت خلال زيارته الحالية للإكوادور في إطار جولة له في دول أمريكا اللاتينية. وأكد كوايدو أنه سيعود إلى بلاده بعد اختتام زيارته للإكوادور، لكنه لم يحدد كيف سيعود، رغم أنه معرض للاعتقال من قبل السلطات الفنزويلية. شملت جولة كوايدو اللاتينية البرازيل والأرجنتين وباراغواي، كما قام بزيارة إلى كولومبيا لفتح الطريق أمام المساعدات للدخول إلى فنزويلا بعد أن منع مادورو المرور لها عبر الحدود. أكد الرئيس البرازيلي السابق لويس إناسيو لولا دا سيلفا الذي يقضي حكما بالسجن 12 عاما لإدانته بالفساد، أكد براءته من جديد خلال جنازة حفيده البالغ من العمر 7 سنوات. كانت محكمة برازيلية منحت لولا دا سيلفا يوم الجمعة الماضية حق مغادرة السجن في بلدة قرطبة بجنوب البرازيل لحضور جنازة حفيده في إحدى ضواحي ساو باولو. يكافح المئات من رجال الإطفاء حرائق الغابات في استراليا، مما اضطر السكان لمغادرة منازلهم. وكان البرق قد أدى لإشعال حرائق في ولاية فيكتوريا، وقال مسؤولون أن الحرائق لم تلحق أضرارا بأي من الممتلكات حتى الآن. ستعلن الولاية حظرا كاملا على إشعال نيران اعتبارا من اليوم، وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة. ونتواصل مع حضراتكم مشاهدينا في بانوراما النيل ونتابع فيها، ولكن بعد الوقفة الرياضية. المعرض الدولي للقوارب المائية بمدينة دبي يشهد إطلاق أول يخت طائر في العالم. حضراتكم مشاهدينا الكرام مع هذا الخبر، حيث تستضيف مدينة دبي على مدى أسبوع فعاليات الدورة 27 لمعرضها العالمي للقوارب المائية. هو الحدث الذي استقطب أكثر من 800 شركة رائدة في مجال صناعة القوارب واليخوت والمعدات الملاحية من جميع أنحاء العالم. وختام نشرتنا الإخبارية مشاهدينا تذكير بأبرز عناوينها. السيسي يوجه باستمرار جهود الارتقاء بالبنية التحتية وضمان توفير الصيانة المستمرة لها. خلال كلمته أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالأردن، عبد العالي يؤكد أن فلسطين ستظل قضية العرب الأولى وستظل عاصمتها القدس. قتلى في صفوف داعش خلال اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الباغوز آخر جيب للتنظيم الإرهابي شرق سوريا. وصلنا مع حضراتكم مشاهدين الكرام إلى ختام هذه الفترة الإخبارية على رأس الساعة، وبعد قليل نتواصل في موجز الأنباء. شكرا لكم وإلى اللقاء.